بسم الله الرحمن الرحيم. الأحبة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. موعد ولقاء جديد نخطو فيه سويا خطوات على طريق الهداية. الطريق طويل أمام الإنسان في مشوار حياته، سواء طال هذا العمر وهذا الطريق أم قصر، ولكن كل إنسان له مشوار وله طريق، وهو الذي يحدد البداية والنهاية لنفسه، دون الدخول في قضايا الإنسان مسير أم مخير التي طرحناها سابقا مع حضراتكم وأوضحنا فيها مناطق التسيير ومناطق التخيير. لكن الإنسان هو الذي يختار طريق الشر ليمشي فيه إلى النار أو طريق الخير ليمشي فيه إلى الجنة. القضية بمنتهى البساطة. ولكن هل الطريق إلى الجنة مفروش بالورود؟ هل هو طريق سهل وميسر؟ نعم، إذا خلصت النية وكان المولى في عون العبد. إيه الأسلحة؟ إيه الأدوات؟ إيه اللي إحنا ممكن نستخدمه عشان نمشي بسلام في هذا المشوار وفي هذا الطريق، نكون في معية الله، نتوب دائما من الذنوب والمعاصي، نستغفر الله؟ إزاي نعمل ده؟ ده اللي إحنا ماشيين فيه مع حضراتكم بقالنا عدد طويل جدا وكبير جدا من الحلقات، وبنختمها مع حضراتكم بالآليات اللي موجودة في صفات عباد الرحمن، إزاي نكون منهم عشان نفوز في نهاية المشوار بالجنة وبرضا المولى سبحانه وتعالى. برحب بحضراتكم مرة تانية، برحب بضيفي وضيفكم الكريم فضيلة الدكتور محمد هدايا. أهلا وسهلا دكتور محمد. بدأت أسمح لي أعزي حضرتك يعني في وفاة الحاج فتحي صديق عزيز رحمة الله عليه، أنا عارف إن حضرتك متأثر رحمة الله عليه، يعني لكن هذا هو الابتلاء وهذا هو القضاء والأجل يعني. الحمد لله. بداية يعني نسمع كده مع بعض التلاوة المباركة من سورة الفرقان عشان نبتدي نعيش في الجو بتاع الآيات ونبتدي نطلع برضو الدروس المستفادة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. صدق الله العظيم. احنا كنا وقفنا مع حضراتكم عند مسألة الإنفاق وإزاي الإنسان يعني يبقى يمتلك الميزان الحساس اللي يقدر يعرف بيه القوام، إزاي يبقى القرش اللي في محله مش تبذير والقرش اللي مش في محله يبقى تبذير، حتى لو القرش ده فعلا قرش او مليم. في مليون جنيه ممكن الانسان المقتدر يدفعهم وما يتقالش انه تبذير لانهم في منطقتهم في محلهم، وفي قرش الواحد يرميه كده يعني بمنتهى الاسراف وربنا يحاسبه عليه لانه مش في محله. لكن احنا النهارده الحديث بينتقل في الايات اللي على طول الذين لا يدعون مع الله الها اخر، القتل، الزنا، اختراق هذه الكبائر. برضو الترتيب الصفات محتاج وقفة. نعم. ليه في التوقيت ده وليه في النقلة دي على طول؟ ليه ما اتكلمش عن برضو اللي بيعملوا واللي كويسين في كذا واللي صفاتهم كذا؟ يعني المفترض ان الناس ليه دي ما بدأش بيهم؟ المفروض ان الناس دي اللي هم توصفهم في اول الايات خالص عباد الرحمن. نعم. ابعد ما يكونوا ان هم يشركوا بالله او يعني هيقتلوا او هيزنوا، دي مش صفاتهم. نعم. طب ليه هنا بقى الكلام بالشكل ده عن مفروض عباد ربنا هو اللي وصفهم ان هم عباد رحمن؟ ونعم بالله. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا تسليما كثيرا وبعد. في البداية برضو اسمح لي استاذ علاء، يعني انا ليا رجاء عندك وعند كل الاخوة المشاهدين. الأمس الجمعة فقدنا صديق عزيز علينا وأخ لينا حاج فتحي طلعت رحمة الله عليه، فأنا بسألكم جميعا الدعاء له بالمغفرة والرحمة وأن يسكنه الله فسيح جناته وأن يجعله من أهل الجنة إن شاء الله،
يبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وأن يغسله بالماء والثلج والبرد إن شاء الله، وأن يجعله ممن يقال لهم في قبورهم أن أفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، إن الله ولي ذلك والقادر عليه. وعزاؤنا الوحيد في مصابنا هذا أن هذا الرجل لا نزكيه على الله، ولكن إن كنت أنا بحكي لك كثير عنه أنه كان رجلا راضيا بقضاء الله تبارك وتعالى، طائعا صالحا مع كثرة البلاء والابتلاء، وأنت تعلم يعني. وهذا أنا بعتبر الحاج فتحي رحمة الله عليه آية لنا جميعا ومثال يحتذى به في الرضا. أذكر أنه حينما كنا نسأله السؤال المعتاد بيننا وبين بعض، كيف الحال يعني، ما لا يتكلم عن الحال ولكن يتكلم مع نفسه مع الحال، كان يقول آخر رضا، كلمة لا أنساها ما حييت، وافتقدناه بأمر الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يتقبله إن شاء الله، وبشر الصابرين، ونعم بالله العلي العظيم. وأسألكم له الدعاء دائما، وأن يعني نسأل الله له الرحمة والمغفرة، إن الله ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آمين. السؤال اللي حضرتك تفضلت به في الحقيقة كثير من المفسرين توقفوا عنده، ومنهم من قال كيف يذكر الله تبارك وتعالى صفات خفيفة لعباد الرحمن ثم ينتقل إلى مثل هذه الكبائر، ولماذا لم يبدأ بها سبحانه وتعالى. هذا التوقف توقف واع لمن يتدبر القرآن، لكن اللي أنا عايز ألفت الأنظار إليه إنه حينما تصف أنت عباد الرحمن يجب أن تكون الصفات بهذه الطريقة التي ذكرها الله تبارك وتعالى. من حيث إيه؟ أنت تتذكر قول الحق تبارك وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، فبدأ بحياتهم بطبيعة الحياة وبصفاتهم في العلاقة مع الله تبارك وتعالى، أنهم يبيتون لربهم سجدا وقياما، وأنهم ثم ذكر سبحانه وتعالى أكبر الكبائر نافيا صفاتها عنهم، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. هذه كلمة يجب التوقف عليها، ونرد على اللي توقفوا وتوقف حضرتك في هذا الشأن. أنت تعلم أنه يذكر الشرك والقتل والزنا بعيني رأسنا، نرى في مسألة الثأر مثلا من يصلي لله تبارك وتعالى ويقيم الليل، لكن عند القتل يقتل، ولا دي مش واضحة؟ لا واضحة، نراها كثيرا. يعني بيبقى في فصل ما بين منطقة العبادات، الله يفتح، ويجي منطقة المعاملات أو التطبيقات، على عند كلمة فصل دي. وهنا لا يكون من عباد الرحمن، إذا فصل بين عباداته ومعاملاته ما بقاش من عباد الرحمن. هذا 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 يجب أن نتوقف عنده جيدا. وأنت ترى معي كثيرا حينما نسمع في مسألة الثأر بالذات إن اللي قتل ده رجل يصلي ويخاف الله وكذا 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 ومن الصالحين، ومع ذلك عند حتة الثأر فعل. طب هل الضغوط الاجتماعية هي اللي بتخلي ترتيب الأولويات يعني يختل عند الناس دي، إن هو غالبا بتبقى مثلا، والغريب في الامر يبقى النساء هم اللي بيحركوا هذا الموضوع، امه او زوجته او زوجة المتوفى، يقول لك هتسيب طار ابوك انت ما انتش راجل، ويبتدوا يهدموا عنده هذه القيم، فيبتدي تعلو هذه المفاهيم الاجتماعيه على تغطي على شرع الله. برافو عليك. شوف يا علاء، كما توقف بعض المفسرين في هذا الترتيب، انا لا اتوقف في الترتيب، لأني دائما أرجع الترتيب إلى مراد الله تبارك وتعالى وأخضع فهمي لنص كتاب الله. إنما الأهم اللي أنت قلتها دلوقتي، إن أنا لما اتنقلت مع صفات نفاها الله تبارك وتعالى عنهم بدأها بترتيب إبداعي، قال إيه؟ لا يدعون مع الله إلها آخر، لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، لا يزنون. لو أنت مسكت الثلاثة دول بالترتيب ده تيجي للمسألة التانية اللي هي إيه؟ القتل. أنت عارف علاء إن الزنا والقتل ما يعملهمش إلا من أشرك بالله. صعبة دي شوي.
لا، ما مسببات ارضيات بيبتدي يبني عليها الغلط، او عشان تظبط مقدمات ونتائج. تعال نقف، ما هو الشرك؟ انت عندك الشرك ده قضيه خلافيه كبيره جدا في التوصيف، وانا بقول لبعض اولادنا اللي بيقروا في بعض الكتب، بعض الكتب في من كتب التفسير وصفت الشرك غلط، لانهم قالوا ايه؟ قالوا في الشرك ثلاثه: ان تعبد غير الله. ان تعبد غير الله ده مش شرك. اول نقطه دي عايزه واقفه، عايز تتعدل. ان تعبد غير الله ده كفر. امال الشرك ايه؟ ان تعبد مع الله احدا. يبقى دي نقطه عايزين نعدلها في المفهوم. اول نقطه في الشرك ثلاثه، انا معاهم في ثلاثه، بس الثلاثه مش مظبوطين. الاولانيه مش مظبوط، الباقي مظبوط. انا في الاولانيه دي كان عندي برضو وقفه لحظات، مش كده؟ اول ما تقراها لازم تقف. ليه؟ لانه قال الذين لا يدعون مع الله الها اخر. طيب الصياغه كده ما جابتش سيره الكفار او الملحدين او اللي بينكروا ان في اله. ما هو شوف علاء بيتكلم على الشرك بس، ليه ما جابش الكفر؟ لان عباد الرحمن لا يمكن يكونوا كفر، انما ممكن يشركوا. وده الحته اللي احنا بنرد عليها على اللي توقفوا. الترتيب ده يا جماعه منطقي مش منطقي. ايوه الترتيب منطقي. عابد الرحمن لا يمكن يكفر، لا يمكن. كيف انت قلت في اول كلامك جمله جميله جدا، انت ده المولى اللي وصفهم، قال وعباد الرحمن. واحنا قلنا زمان لما جينا نتكلم انه ما معناه يعني واما عباد الرحمن. يعني انت قلنا على الايات اللي قبل كده اللي قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن، فلما جه يتكلم عن عباد الرحمن قال له ايه؟ وعباد الرحمن الذين يمشون. يبقى هو وصفهم كده عابد الرحمن، ونسأل الله تبارك وتعالى ان نكون منهم. استحاله يكفر، انما الحته اللي انت قلتها على الصقر بالذات انا بدوس عليه. ممكن يشرك بايه؟ بالضغوط اللي عليه تنسيه عباداته ويفصلها عن معاملاته. يعني هل تقصد حضرتك ان اللي بيقتل فأرا من غير ما يرجع الموضوع لولي الامر والجهات الشرطه والقضاء تاخد حقه بالظبط كده، كانه بيخلي موضوع الطار والعادات الاجتماعيه والضغوط دي اله فوق الاله او اله مع الاله؟ فتح الله لك قولا واحدا. انا لا اناقش في هذه القضيه. ان هو اولا انا عايز اتكلم في النقطتين دول على باستفاضه شويه. الشرك والقتل، يعني الزنا هنتكلم فيه. الشرك احنا قلنا ايه هو؟ ان تعبد مع الله احدا، النقطه اللي انت عمال تقولها. ان يعبد غير الله دي مستحيله في حق عباد الرحمن، دي جائزه في غيرهم. أيوة. لكن ادام قلنا وعباد الرحمن، شوف عظمه القران، ما جابش سيره الكفر، وانت لاحظتها ما جابش سيره الكفر خالص، مش هيجيبها. انما يجيب سيره ايه؟ الشرك. والشرك علاء اخطر من الكفر. الكفر ظاهر، فعلاء مش ممكن يقع فيه، محمد مش ممكن يقع فيه، مش ممكن، لانه واضح. انا مش ممكن هكفر، لكن ممكن في غلطه اعمل ايه؟ شرك. اعمل شرك. فالشرك ثلاثة. أول حاجة أن يدعو، بلاش نتكلم على نفسنا يعني، أن يدعو مع الله إلها آخر أحدا، أيا كان إله أو غيره. أو غيره. ممكن يكون ساعات سطوة إنسان. برافو عليك. أو تعلق قلبي بشخص بشكل غير طبيعي. وعشان كده علاء علماء الشاطرين لاحظوا القرب قوي في المفاهيم بين النفاق والشرك. الاتنين دول فيهم حاجة من بعض، وعشان كده احنا بنخاف ليه؟ شوف فاكر انت لما اتكلمنا في مطلع البقرة على 13 آية في النفاق، لان النفاق برضو مسألة ايه؟ خطيرة جدا. وبعض الناس بتعملها على اساس ان هو ايه؟ بيكسب جولة، مش عارف ايه، دي نصاحة، دي شطارة. هذا ليس حقا. كويس. فالشرك ان يدعو مع الله ايه؟ احدا. معلش سامحني على معلش. ان يدعو مع الله احدا. الحتة اللي انت قلتها، انه يسمع كلام حد في معصيه. واحد يؤمره بمعصيه فينفذها. هيندرج تحت ده بقى اللي بيقولوا انا عبد المامور. برافو عليك. كل ده رئيسي في العمل. انا ماليش دعوه، انا قالولي، انا عدولي، او زي ما انت قلت لما تيجي التحريض على القتل. وازاي تسيب طر ابوك وطر اخوك فيقوم منفذ. يبقى ان يطيع غير الله حين يامره بمعصيه. يبقى واحدة يدعو مع الله أحدا، يسمع كلام حد في إيه؟ في معصية. في معصية. التالتة. التالتة عامة وشاملة وخطيرة جدا 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 جدا.
انه ينصب نفسه اله، يتدخل بنفسه فيما قضى الله به، ظنا منه انه يغير ما امر الله به. افرايت من اتخذ الهه هواه. وتبان جدا يا علاء في القتل، وعشان كده الترتيب ده مش عبث. طيب انا عايز عايز اقف عند هذا الترتيب، عند النقطه الاخيره دي، عشان نديها حقها من الاستفاضه في التفسير إن شاء الله. بعد هذا الفاصل ان شاء الله مره اخرى، تابعونا. اهلا بحضراتكم مره اخرى. تعالوا نعد الثلاث اصناف مره تانية، عشان كل صنف منهم على فكره فيه اخطاء كثيره جدا بتحصل فيه، وفي ملايين الناس من المسلمين للاسف بيقعوا فيه. يعني لما نيجي ندي لحضراتكم امثله طبيه تستغربوا من التصرفات اللي بتحصل، والناس حتى جايز ما بتاخدش بالها انها بتعمل ده، وهي دي المشكله. لان زي الدكتور ما قال قبل الفاصل، مساله الكفر مش وارده. الانسان مؤمن حقه تقول له اكفر بالله، مش منطقي، هيقول لك طبعا لا. لكن مسألة الشرك بتحصل ازاي، وازاي الانسان ينزلق اليها احيانا دون وعي، هي دي الخطورة. تعال نقولهم تاني بعد اذن حضرتك. اللي هم يعني اللي هم اصناف الشرك. الشرك ثلاثة. اول حاجة ان يعبد مع الله احدا. الثانية ان يطيع من يأمره بمعصية. بما يخالف شرع الله. من البشر بما يخالف شرع الله. الثلاثة انه ينصب نفسه اله، هو ينصب نفسه، ودي ما تبانش غير في القتل، تبان قوي في القتل وهنشرحها بالتفصيل. انما انا بدلها عنوان، ان يعمل لغير وجه الله تبارك وتعالى. عنوان ال 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 الشرك خطير جدا، لان من المؤمنين من ياتيه. وعندنا الشرك الظاهر والشرك الخفي، وانت عارف احنا نقصد مين، مش عايز اخش في مشاكل. لا انا عايز اضرب امثله تطبيقيه. اللي له مصلحه يروح لفلان عشان يقضيها او يذهب الى ضريح، او يذهب ضريح. الى مهما كان هذا الضريح، يعني مهما كان، يعني باستثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فيه قران. دي مساله ما اقدرش اتكلم فيها، بل على العكس، الايه تصلح كل زمان ومكان. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، دي قضية ما اقدرش اتكلم فيها. الرسول مستثنى من هذه القاعدة، ومع ذلك ما تتعملش مباشرة. يعني ما تتعملش ان الرسول بس هو اللي هيغفر القضية دي، لا، انت استغفر الله تبارك وتعالى، لكن مروحك للرسول قد يعظم اجرك في الاستغفار والتوبة الى الله تبارك وتعالى. لكن ان انا اتوسل بالضريح، بأي ضريح، بحجة ان ده يعني قريب او ولي او كان له كرامات او من آل البيت، هذا كلام شرك ظاهر. أنا قولي فيه قولا واحدا، شرك ظاهر أحذر نفسي والمسلمين منه، وهذا لا يتعارض مع حبنا وتعظيمنا لآل البيت. لآل البيت كلهم. أنا بقول في هذا الصدد وفي هذا المقام، يشتغل مع هذا المفهوم الخاطئ الشائع عند كثير من الناس للأسف الشديد، ما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس. قال يا غلام، والكلمة كبيرة جدا وتقيلة على اللي بيفهم، انه ما قالش يا رجال، ما قالش يا نساء، قال يا ايه؟ يا غلام، يعني الولد صغير. ومع ذلك يعلمه قاعدة أصولية في العبودية لله تبارك وتعالى. وابقى فكرني علاء او اكتب عندك نوتس، ان احنا لازم بعد ما نخلص التوبة والاستغفار ناخد حلقة قبل اي حاجة عن العبودية، لان دي يعني قاعدة أصولية رئيسية في قضية التعامل مع الله تبارك وتعالى، ان صح التعبير ان شاء الله. فقال له يا غلام اني اعلمك كلمات، والرسول على قيد الحياه يتكلم. ما قالوش تعالالي، ما قالوش الجأ لي. قال له اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم، ودي نقطه قضيه علاء في منتهى الخطوره، واعلم ان الامه مش 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 مش, مش ساحر ولا دجال، ولا زي ما بقول لك عايزين نفك العمل ونعمل كذا ونعمل عمل. قال له واعلم ان الامه، وكلمه لو اجتمعت، يعني شوف الامه لما تجتمع عشان تعمل حاجه قد تظن انها نافذه، وقد هنا للتاكيد مش للتبعيض، قد تظن انها نافذه، لكن لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا عشان يفادوك شيء، ها، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. في رواية غير الترمذي قال له واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، استحالة، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، خد بالك من المتقابلات، وإن النصر مع الصبر،
والصبر دي قضية كبيرة جدا، أسأل الله أن يجعلنا من الصابرين، واعلم أن النصر مع الصبر، واعلم أن مع العسر يسرا، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هل ده تطبيق الآية الكريمة لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم ولا تفرحوا بما أتاكم قولا واحدا؟ وأنا بس الحديث ده بيعجبني في نقطة، إذا سألت فاسأل الله، مهما كانت عندك مشكلة، مهما كانت هي إيه، قبل ما تفكر في علاء ومحمد وكذا فكر فيهم. ما بنقولش لا، احنا مش ضد ان احنا نروح لطبيب او نلجأ لكبير، لا 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 لا، بس وسيلة، هو وسيلة ليست الغاية. الغاية الله تبارك وتعالى. فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وعشان كده العنوان الكبير لا يدعون مع الله أحدا. لا يدعون هنا دي قضية كبيرة، مش الدعاء، لا يدعون يعني لا يتوجهون، لا يتوجهون، لا يسمون في مشاكلهم مع الله أحدا، لا في الأفراح ولا في المشاكل ولا في أي شيء. نمرة واحد في دماغهم، نمرة واحد اللي هي ما فيش معها حاجة، ما يجيش بعدها اثنين وثلاثة، لا يعني نمرة واحد أقصد الوحدانية، مش واحد اثنين ثلاثة، لا واحد اللي هو ما يتحطش لا معاه ولا تحتيه ولا في مداره أحد، الله تبارك وتعالى. دي قولا واحد. فقال له إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ولو أنت تفتكر عندنا 17 مرة في الفروض دون النافلة إياك نعبد وإياك نستعين. دي احنا بنقولها علاء وما بنطبقهاش، عايزين لما نقولها نوقعها في قلوبنا وفي أفعالنا. طب وأنا زمان قلت لهم جربوا مرة ربنا سبحانه وتعالى، يعني احنا هنا كمنطقة جربنا مرة الشرق ومرة الغرب ومرة أمريكا ومرة روسيا، جربوا ربنا مرة، جربوا الله مرة واحدة. ما بنقولش ما تتعاملش مع امريكا وما تتعاملش مع اليهود وما تتعامل، ما بنقولش الكلام ده. اتعامل يا اخي، اذا كان التعامل له شروطه وضوابطه اللي هم يحققوها اتعامل، بس خلي عندك مين نمره واحد اللي ما فيش معاه على المدار حاجه، الله تبارك وتعالى. وتعالوا نجربه، يبقى عندك مشكله كبيره كده اسال الله، توجه الى الله تبارك وتعالى، وشوف يا علاء هتبقى الحلول عامله ازاي، لا تخطر لك على بال. منهج الهي. وعلى فكره قاعده يعني، وتلك الايام نداولها بين الناس، المشاكل والزمن بيدور وينقلب. ونفس القصه، الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو برضه كان معاصر يهود وكان معاصر نصارى وكان معاصر مشركين، وكان يتعامل، وكان بيتعامل معاهم، بس مين عنده وفق الضوابط؟ ايوه، بس عنده مين؟ الله، شرع الله هو اللي نافذ. الله، ولذلك حتى توجيهه لابن عباس يقول له يا غلام اني اعلمك كلمات، انا يمكن دخلت على الحديث من نصه كده عشان الموضوع بتاعي، لكن برضو الاول بدايه الحديث مهمه. كلمه كلمات مش كلام، كلمات انت تعلم ان جموع التانيس السالمه جموع قله تدل على ايه، ولذلك اياما معدودات، يعني عايز يقول لك حاجه ايه، بسيطه قليله. احفظ الله يحفظك، يعني شوف انا عايز اقول لك الحديث ده احنا ممكن ناخد فيه حلقه كامله، بس انا مش هضيع فيه الوقت. يعني شوف قال له اذا سالت، مش كده؟ عايز يقول لك ان انت حفظت الله مش هتساله. احفظ الله ها يحفظك، تبقى مش محتاج تسال. ده هو من بس انت بدات بايه؟ سبحانه وتعالى هو هيحفظك، مش هيخليك تلجا لحد. مش عايز اقول جمله قد تتفهم غلط، ولا له سبحانه وتعالى، لان انت بدات بايه؟ احفظ الله ها يحفظك. يحفظك هنا مش ما يجيش واحد يقول لك يعني معقول واحد مش هيحصل له حاجه خالص؟ لا هيحصل له، بس ساعه ما هتحصل له الرضا عنده هيبقى سبيل للجنه. يعني تقع مصيبه كبيره بس هو راضي بيها لانه حفظ الله تبارك وتعالى، فحفظه الله. الحفظ مش معناه انه ما يحصلش، معناه انه يحصل وربنا يسلم، بس ربنا يسلم ويسهل ويخليك تتقبل وترضى. وانت عارف الرضا والصبر عنوان الجنه، طريق عنوان الطريق الى الجنه. مشكله الامه ايه من وجهه نظري؟ ان هو العربي عندهم ضعيف. والله ما بهزر، ما بندققش، يسمع الكلام يتقال له هو هذا هو المنهج، ما بيفوتوش كده. الكلمه دي معناها يعني ايه، الجمله دي معناها ايه؟ احنا وقفنا مع حديث رسول الله، ما جاش السؤال غير بعد القاعدتين دول. قال له احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. يعني في أي حتة على كوكب الأرض هتكون موجود فيها تتعرض لمشكلة، ربنا واجب الوجود. من ضمن روايات الحديث، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وإن كان أنا لي قول كده، إن اتجاه الكافر والمشرك
لله تبارك وتعالى وقت المصائب دليل كبير على قناعته الداخلية الخفية بوجود الله تبارك وتعالى. يعني الراجل الكافر بالله لما تزنقه أو يعمل إيه يقول إيه؟ يا رب. يا رب. دي حتة عنده جوه، بس مش هي مش ظاهرة على السطح من اللي احنا قلناه، إن اللي طامم على السطح إيه؟ الخطأ في التطبيق. لكن لما تزنقه ومبقاش له ولذلك شوف توقيعها في القرآن بديع على أمن يجيب المضطر إذا دعاه. ما وصفناش المضطر بقى هو كافر ولا مشرك ولا مؤمن ولا إيه؟ مضطر. هو مضطر، والله تبارك وتعالى أرحم من أن يرد المضطر إليه، لأنه إجابته للمضطر تثبت وجوده. الله واجب الوجود، فلما يتزلق الكافر ما يقولش يا من كفرت بك بالله تعالى لي الحقني، أو يا من أشركت بالله بيك تعالى، لا، يقول إيه؟ للأصل يا رب. وعشان كده الناس غايب عن مفهومها إن مسألة الحفظ دي أيوة. معناها إنه يحفظك إنك تزل مع الكبيرة الفتنة، أو الفتنة أو المصيبة أو البسيطة، أو إنك تسقط في الامتحان. بالظبط كده. إنه يحفظك ما تخشش النار. بالظبط. يعني أنا عايز أقول لحضرتك اللفظين دول للرسول لما نوقف عندهم، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فما جاش السؤال غير بعد إيه؟ قاعدتين. احفظ الله يحفظك، واحفظ الله تجده تجاهك. يعني لو أنت حافظ الله تبارك وتعالى بإقامة العبادات على مراد الله تبارك وتعالى، مش هيخليك تسأله، هو مش هيخليك تسأله، هو هيجنبك ويرضيك وكذا وكذا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه. شوف اللي جاية من حيث لا يحتسب، قضية. ولذلك هنا قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. لما قالوا إزاي يقولها دي بعد الكلام ده، ده أنت قايل إن هم عباد وكده. قل له ما هو من عباد الرحمن من يقع في خطأ ويعمل إيه؟ شرك أو قتل أو زنا، وهو من عباد الرحمن أو مش من عباد الرحمن. لأن إحنا عندنا قاعدتين، الكلام ده الثلاثية دي ذكر أكبر ثلاث كبائر. خد بالك، أكبر ثلاث كبائر. حتى في حديث الرسول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه سأل الرسول سؤال مباشر على أي الذنب أعظم، فالرسول قال له أن تدعو مع الله أحدا، أن تشرك بالله أحدا. قال ابن مسعود أول واحدة دي، قال والله إن هذا لكبير، صحيح إن أنا أشرك بالله دي كبير. ثم أي، بيسأل الرسول، ثم أي يا رسول الله اللي بعدها إيه؟ قال له أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، اللي هي تقتل ابنك يعني، باعتبار ما سيكون، تجهضها، تقتل، توقت، كل اللي كان بيحصل في الجاهلية، واللي بيحصل النهاردة، واللي بيحصل النهاردة على رأيك، إنك تخاف إنه يأكل معاك، لأنك أنت مش متوكل على الرزاق سبحانه وتعالى، أنت متوكل على دخلي وإمكانياتي. إمكانياتي طبعاً يعني لما أخلف هرزق، هأوكله منين؟ كأنه هو الذي يرزق سبحان الله. نحن نرزقهم وإياكم ونرزقكم وإياهم، عشان يثبت لك الحاجتين سبحانه وتعالى جل شأن الله. اثنين، قال له أن تقتل ابنك مخافة أن يطعم معك. ثلاثة، أن تزاني وما اختارش أي زنا، قال حليلة جارك، دي أكبر كبيرة في الزنا، أن تزاني حليلة جارك. قال الثلاثة دول لو أنت خدتهم تلاقيهم هم إيه؟ هم الآية دي، لا يدعون مع الله أحدا، لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، وهنتكلم عن القتل، لا يزنون، هم الثلاثة. في حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم أو أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله، قول نتعلم. أول واحدة الإشراك بالله، الشرك. اثنين، عقوق الوالدين. ثلاثة، شهادة الزور وقول الزور، اللي هي في بعد شوية هيقول لك والذين لا يشهدون الزور. وكان الرسول متكئ يعني قاعد آدم فيها، فاتعدل وقعد يقول ألا وقول الزور ألا، لغاية ما هم قالوا إيه؟ ليته يسكت. ودي كبيرة علاء، ده احنا كنا بنتمنى أن الرسول يتكلم، هم كانوا يتمنوه يتكلم عشان يتعلموا. يا سلام، وحد كان يزهق ولا يمل من صحبته صلى الله عليه وسلم. عايز أوضح دي للناس، أن ليته سكت مش لسكوت الرسول، إنما لتوقيع شهادة الزور وخطورتها على الإنسان. والرسول بيتكلم في نقطتين اتكلمت عنها الآية،
شهادة الزور وقول الزور، لأن في بعض المفسرين قصروا كلمة والذين لا يشهدون الزور على قول الزور، وهذا مفهوم قاصر ضيق قوي. الآية تتكلم ما قالتش يقولون، قالت إيه؟ لا يشهدون. وهنشرحها بعد شوية إن الشهادة هنا الحضور، فمن شهد منكم الشهرة فليصوم. هنا شهد ما قالش، يعني شهد هنا يعني حضر، حضر الواقع. فلا يشهدون مش يشهدون بلسانهم فقط، ده جزئية، ده فرع منها. إنما لا يشهدون الزور يعني لا يحضرون الزور كله، الزور كله لا يسمعوه ولا إيه يقولوه، ولا يقولوه، ما لهمش دعوة بيه لأنهم من عباد الرحمن. فالشرك خطير جدا، وبيتحقق في كثير من الأفعال، وخاصتهم القتل والإيه والزنا. انت عندك قد ايه على الفاصل؟ هناخد فاصل عشان بس نتكلم في القتل بتوقف شوي، لان انا يعني انت عندك حاجه تانية؟ لا، في جزئيه القتل. ايوه، ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الايه الا بالحق، في استثناء. هقول لك حاضر. عايز نفسر للناس ايه هو هذا الحق، والحق ده ضوابطه ايه في القران الكريم بالزبط. ومين اللي من حقه يقتل بالحق، ان هو يقتل بالحق. بالظبط، لان انت ممكن حضرتك بتجد ناس يقول لك فلان احنا شفناه، يعني ساعات بيقول لك ايه، لا طبعا لو سبتها للمحكمه ما جايز المحكمه تطلعه براءه، القرائن والادله مش كافيه، والشك انت عارف حضرتك في القانون بيفسر لصالح المتهم لعدم ثبوت الادله او خطا في الاجراءات الى اخر هذه الجوانب القانونيه. لكن انا هفترض كيس تانية خالص، حاله تانية خالص، احنا شفنا فلان فعلا هو بيقتل علان، فخلاص نمسكه بقى ما دام احنا تاكدنا راي العين ان هذا هو القاتل، والقصاص هنا، القصاص هو النفس بالنفس، نقوم نقتله. هل ده ينفع ولا هناك ضوابط لمن يقتل النفس بالحق؟ ايه هي كلمه تفسير كلمه الحق؟ طيب ناخد فاصل ونواصل الحديث مره اخرى، تابعونا. اهلا بحضراتكم مره اخرى. السؤال اللي واقفين عنده النهارده في مساله القتل، في استثناء في الايه والذين لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. طيب الحق ده إيه ضوابطه عشان أقول إن في حق إن هذه النفس تستاهل القتل؟ هدي حضراتكم مثال، بلاش الدخول في مسألة الإشكالات القانونية، إن حد يبقى متهم وما نعرفش إذا كان هو ولا لأ، أو يبقى فعلا إحنا مثلا متأكدين لكن العدالة لسه ما فيش شهود فبيشوفوا إذا كان الشك يفسر لصالح المتهم ولا لأ، ويطلع براءة، خطأ في الإجراءات، خطأ في مش عارف في الضبط، فالراجل اللي عمل الجريمة دي في النهاية يطلع براءة، ويبقى إحنا ما طبقناش كده القصاص. لا، أنا هفترض حالة تانية خالص، إن أنا عندي إنسان شفناه جميعا بيقتل، فإحنا متأكدين إن هذا الشخص قاتل، هنمسكه. ينفع ان احنا كده نقول ما دام احنا شفناه بعينينا قتل يبقى ده من حقنا ان احنا نقتله بالحق فنمسكه ونقتله، ولا العمليه لها ضوابط؟ مين اللي يقتل ومين اللي ياخد الحق، وايه هي الضوابط اللي تفسر كلمه الا بالحق؟ نعم، بس انا حابب الاول علاء اتكلم على القتل الاول، وبعدين هتكلم، دي نقطه مهمه اللي انت قلتها قوي، نقطه مهمه جدا على فكره، بس ورب ما انساش ان نتكلم فيها بتفصيل يعني. انما عايز اتكلم بس عن القتل الاول. القتل والموت، انت تفتكر لما قعدنا نبحث فيه ووريتك انا ان حتى علماء اللغه ما عرفوش يحطوا له تعريف منفصل عن الحياه، قالوا الموت ايه؟ نقض الحياه، ما عرفوش يفصلوه عن الحياه. الموت، انت عارف الانسان جسد وروح، في الموت بيحصل ايه؟ بقضاء الله تبارك وتعالى، ولكل اجل ايه كتاب. انا النهارده مش حابب اتكلم عن الموت، مش عايز اتكلم عن الموت، مش وقته يعني، علشان ما اخشش في موضوع الحاج فتحي رحمه الله عليه. القتل، الموت على ان الروح تغادر البدن، فالبدن ما يقواش على ما فيش حياه، ما فيش قوام حياه. وانا شبهتها لك زمان بالعربيه فيها مطور او ما فيهاش بنزين، حتى لو فيها مطور وما فيش بنزين هتعمل ايه؟ مش هتدور، مش هتدور. او لو ما فيهاش مطور زي الليت، فالروح قوام الحياه، فلما الروح تغادر البدن ده الموت. يبقى البدن يفضل من غير ايه؟ روح، فيبلى. كويس. القتل عكس الموت، القتل تضرب البنيه فتخرج الروح. نقولها تاني معلش عشان الناس. لا انا فهمت. انت فاهمها بس انا بعيد عشان الناس. ال- 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 الموت الروح تخرج فالبدن يبلى من غير روح، لان هي اللي بتديله ايه؟ الحركه والمقاومه وكذا وكذا وكذا. القتل بقى
تضرب البنية، تهد الجسد. فالروح الجسد ما عادش يتحملها. لان ما حدش من البشر لما يحب يموت حد أيوة. ما بيعرفش انه يمد ايده انا عايز اقول دي ويمسك روحه وكده ويطلعها لوحدها، لازم يأذي حاجه في الجسد اللي شايفه بعينه. الروح من اسرار الله تبارك وتعالى، مش من امر الله. اللي من امر الله القران، ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي. وانا مش عايز اعمل اشكاليات عند الناس، لانه الـ 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 لما بنقول حاجة بتلاقي عليها لغط كبير قوي، لكن أنا هقول لهم آية واحدة بس يراجعوها مع آية الإسراء عشان ما يجناش عليها ملاحظات، مش عايزين ملاحظات. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ومن عظمة هذا الكتاب القرآن إن الروح جت فيه بست معاني: قوام الحياة، القرآن، الوحي كله، جبريل، عيسى، السكينة. ست معاني، فدام المشترك اللفظي. فبعض المفسرين خلطوا في قضية سورة الإسراء على إن الروح دي قوام الإيه؟ الحياة. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. في مفسرين تانيين قايلين لا القرآن لا قايلين هو معنى واحد بس اللي هو أمين الوحي جبريل. جبريل برضو ده كلام مش منضبط. لحضرتك لما تاخد آية الإسراء وتعمل تعويض في القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالقرآن زي الشيخ الشنقيطي ما عمل، وتروح سورة الشورى واضحة جدا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، يلقي الروح من أمره على ما يشاء، اللي هو الوحي كله. فاللي من أمر الله القرآن والوحي، انما قوام الحياه من اسرار الله. الحته اللي انت قلتها دلوقتي دي انا عجباني قوي. الناس بتقتل ليه؟ هو لو يقدر يخرج الروح، ها، عايزين نفرق بين الموت والقتل عشان الناس تفهم كلامنا. الموت الروح تطلع فالبدن ما يقواش يقع. القتل العكس، تضرب البدن فالروح ايه؟ تغادره. لان ما حدش من البشر ما يعرفش السر، يمد ايده فين هي، لا شكلها ولا لا شكلها لونها ولا ريحتها ولا مكانها ولا يعرف حاجه. فده من اسرار الله. وعشان كده انا قلت لك الشرك القتل ادعى قضيه في الشرك، ان انت نصبت نفسك اله، ان الروح دي من اسرار الله ما يقدرش يقرب منها غير مين؟ غير المولى عز وجل. وعشان كده كلمه ايه؟ بالحق. يبقى القتل بالحق يعني يتساوى مع ايه؟ مع الموت. القتل بغير الحق تدخل. ولذلك انا عشان الكلام اللي انت قلته علاء، عجبني قوي واحترمت قوي المحكمه اللي حكمت على الولد بتاع بني سويف، اذا كنت انا فاكر البلد صح، اللي كان قتل، اتهموه بقتل كذا عيله ومش عارف ايه. انا فاكر القضيه، كان بني سويف تقريبا. تقريبا. خد بالك بقى من القضيه دي، كانت في بني مزار. بني مزار، ايوه، حاجه كده. الشرطه قالت الولد ده اللي قتل. انا بعلق على الجمله اللي انت قلتها، النيابه خدت تحريات الشرطه والكلام اللي قالته الشرطه وقدمته متهم للمحكمه. المحكمة قالت جملة يا علاء عنوان للحقيقة، وقالت جملة تتسق مع مفهوم القرآن في الموت والقتل. قالت إن الدلائل اللي قدامي ما هيش كافية عشان أحكم على ده بالإعدام، حتى لو المحكمة غلطت والنيابة والشرطة كانوا صح. خد بالك من الجملة اللي جاية، فإني أخطأ في العفو أرحم من إني أخطأ في العقوبة. المحكمة دي بتعبرنا لازم ننحني أمامها. وأنا كم دعيت لهؤلاء القضاة والمستشارين بأن ربنا يثبتهم مدى حياتهم، لأن ده قرار ما حدش يقدر ياخده. يعني أنا زي أنت ما قلت، الناس قالت إحنا شفنا إيه فلان، عندنا هنا قضيتين، قضية أنا شفت فأقوم قتله، دي مش وظيفتك. حتى إذا أنت ارتقيت وقدمته للعدالة، العدالة تبقى متحرية بدقة جدا، لأن قد يكون الشاهد شاهد إيه؟ زور. وهنتكلم دلوقتي عن شهادة الزور. شوف يا علاء، من أخطر الأمور إنك تحكم بالإعدام.
ولذلك الحكم بالإعدام لازم يكون بإجماع الدائرة، الدائرة ثلاثية في الجنايات، وبعد كده لازم يصدق فضيلة المفتي عليه. المفتي رأيه استشاري، لكن لو المفتي قال لهم لأ ودي حصلت مرة أو مرتين، فعلا المحكمة بترجع وتقف. والمفتي فضيلة المفتي يعني بيبقى بيقرا القضية مش من الناحية القانونية إنما من الناحية الشرعية. برافو عليك، من الناحية الشرعية. وعشان كده المفتي لا يتدخل، خد بالك بقى، إلا إذا أحيلت له الأوراق، يقول لك إحالة أوراق وكذا إلى فضيلة المفتي، إلى فضيلة المفتي. فالمفتي يقرا الورق كله، المفتي يقرا الورق كله. قد تكون هناك أو قد يكون هناك مانع شرعي فيشير به فضيلة المفتي فيقولوا إيه، يرجعوا في إيه في حكمهم. وكتير في القتل برضو، عشان أنا أثبت لك الكلام شوية، القتل ما فيهوش خطأ في الإجراءات، وعشان كده محامي القتل لازم يبقى محامي عدل، لأنه التلاعب بالإجراءات بيبقى في قضايا المخدرات والتلبس والكلام الفارغ ده، انما القتل ما فيهوش خطا في الاجراءات، لان في واحد قتيل وبيقولوا فلان يعني بيبيعوا التحريات فبيجيبوه، فما فيهوش خطا في الاجراءات، نادر لما يبقى في خطا في الاجراءات. لكن القتل هات لي قاضي يقدر يقول ازهق روح فلان الا بعد ان يمحص. وعشان كده علاء الحته اللي انت قلتها، هو عشان كده بيحل المفتي عشان ما يبقاش في مانع شرعي هو مش فاهمه او مش واخد باله منه، لانه من صالح المجتمع انه طبعا ممكن مجرم يفلت بالجريمه لكن لا يتحمل المجتمع ويتحمل القاضي وزر زهاق روح بالظبط وهو مظلوم، ولذلك الا بالحق الا بالحق. وعشان كده خد بالك النقد كتير يرجع قضايا الاعدام للنظر امام دائره ايه اخرى. ان الدائره الثانيه قالت النقد الثاني، محكمه النقد تتصدى بنفسها للموضوع، ودي عملية يعني عايز أقول تنظيمية، لأن النقد لا يعد درجة تقاضي، هو مش درجة تقاضي إنما هو درجة مراقبة تطبيق القانون. المهم إن كل ده أدوات عشان أتأكد إن الراجل ده مش مظلوم. وعلى فكرة النقد عند الإعدام يا علاء برضو عايز ياخد وقت أطول وياخد كفاية في القراءة وياخد، لأنك أنت بتقول إيه، أنت يعني أنا مش عايز يعني مش عايز أغلط في التعبير، أنت تنصب نفسك إله، لأن الروح من أسرار الله، فعشان أنت تقول تخرج أو هذا يعدم قصاصا دي قضية قد لا يستطيع، يعني في واحد لا يستطيع أن يتصدى له. في قضايا تلاقي المحكمة بتعتذر عنها مش قادر يقول ويسيب حد غيره يحكم، لأن الموضوع كبير جدا، من قتل نفسي نفسا بغير نفس بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا. ده تعبير، ده احنا ممكن نقف عنده وقفة طويلة، الآية دي خطيرة. شوف فكأنما قتل ايه الناس جميعا ومن أحياها، فكأنما أحيا الناس جميعا، وعشان كده القصاص مقلوب المفهوم ده. طب مش غريب، معلش أنا بحب اتفضل على مهلك أربط يعني استقراءنا للقرآن الكريم بما يحدث على أرض الواقع في مجالات كثيرة اجتماعيا وسياسيا. نعم. أليس من الغريب أن ذكر الآيات اللي احنا اتكلمنا فيها دي ربنا وهو بيحكيها في القرآن الكريم بيحكي أنه كان كاتب هذا الكلام أول ما كتب على بني إسرائيل؟ أيوة مش كده؟ أيوة. التوراة كان قايل لهم كده، من قتل نفسا بغير نفس مش كده؟ فكأنما قتل الناس جميعا، لأن هم أول كتاب سماوي، هم أول كتاب بقى فيه قال الله تبارك وتعالى. ومش غريب أن الناس دول اللي نزل لهم أول كتاب بهذه التوجيهات والتعليمات الإلهية يكونوا هم اللي بيقتلوا الأنبياء طبعا، ويكونوا إلى الآن بيشيعوا القتل. هو أول كتاب والإفساد. هو برضه عشان يبقى الكلام منضبط، على هو أول كتاب معروف أو معروف أشهر بالنسبة أشهر كتاب يعني إنما زي ما أنت بتقول غريبة جدا أن تبقى عندهم دي يعني ويكونوا هم المحرضين دلوقتي. ده يوضح ان على دماء الفلسطينيين والعراقيين غير متسقين في القضية دي. حاجة غريبة قتل جدا. النفس دي علاء من أخطر الأمور على وجه الإطلاق، وعشان كده أنا بقول لك القتل فيه شرك. القتل اللي يقرب من القتل يبقى بيعمل إيه؟ نوع من الشرك، نوع من الشرك. والزنا كده، بس الزنا بالشهوة، ان خلى الشهوه هي الاله المحرك، هي هواه الهوى. ايوه. القتل اخطر، القتل اخطر، وعشان كده قدمه الله تبارك وتعالى على الشرك، اسف على الزنا.
لكن جاب الشرك الاول ليه؟ لان الاثنين دول يتضمنوه. وعباد الرحمن لا يمكن يعملوا واحده من الثلاثه. وعشان كده ورا الثلاثه عمل ايه؟ التوبه. بالظبط. راح مستثني، قال الا من تاب وامن وعمل عمل ما هنتكلم فيه. القتل علاء من اخطر الامور على وجه الارض. انك تزهق روح صنعها الله تبارك وتعالى وهي سر من اسراره. ولذلك فاكر مناقشه ابراهيم عليه السلام والنمرود لما قال له ان الله ايه؟ يحيي ويميت. قال له انا احيي واميت. فعملها قضيه انا بقول عليها يعني تعبير غريب شويه، قضيه هبله سذاجة، حكمت على ده بالإعدام وبعدين عفوت عنه، أنا كده أحييت. أحييت إيه؟ والراجل حي أساسا قائم. والتاني حكمت عليه بالإعدام، نفذوا فيه الإعدام يبقى أنا أمت. فخدوا إبراهيم عليه السلام لقضية واقعية ما يقدرش يلعب فيها، يعني هو تحايل بالألفاظ شوية. فقال له إن الله يأتي بالشمس من المشرق. أدام أنت إله قادر هاتها أنت منين؟ من المغرب. من المغرب. فبهت الذي كفر. يبقى ده خدوا بالكم في التوصيف، ده لما عمل الحته الاولانيه ده مش شرك، ده ايه؟ ده كفر. لانه عمل نفسه اله، هو اله. يبقى ادم عمل نفسه هو اله، يبقى كفر بالاله الحق مش اشرك. لكن اللي بيقتل عمل ايه؟ شرك. لانه انا قلت لك في البدايه الترتيب على مراد الله، فهو قد يكون بيصلي ويقوم الليل ويؤدي كل شيء مظبوط. يعني حتى انا حضرت مره قال لك ازاي الراجل ده يقتل؟ ده من الصالحين، يصلي الفروض في المسجد ويؤدي النوافل ويقوم الليل ويتصدق وكثير وكثير وكثير. لكن زي ما انت قلت في اول البرنامج، اللي غلبوا ايه؟ الثأر والعادات والتقاليد وازاي تسيب طار ابوك، فنسوه كل ما قدم لله تبارك وتعالى، فيعتبر كده عمل شرك مع الله. كويس. يعني أشرك مع الله تبارك وتعالى هواه، عائلته، أي حاجة بقى، ففعل هذه الفعل. طيب. نقطة أخيرة أستفهمها من حضرتك قبل ما نتحدث عن الزنا اللي هنأجله إن شاء الله طبعا الحلقة إن شاء الله الجاية نبتدي يعني نتكلم فيه إن شاء الله. لكن عايز إجابة سريعة عن جزئية في الفرق بين القتل والموت. نعم. أنا عندي في سورة آل عمران آية بتتكلم على الموضوع بتاع الموت والقتل. بسم الله الرحمن الرحيم، هنتكلم على الآية رقم 154. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم فيموتوا. ما هو ده بقى السؤال. معلش أنا قريت الآية كلها عشان أوصل لحتة دي. توقف صحيح. ليه مش كتب عليهم الموت؟ ليه الكتب عليهم القتل؟ لأنه أساسا هم الواقعة وقعة قتال، حرب ومعركة. فما بتلاقيش حد فقد الروح موتا في الحروب، انما فقدوا ايه؟ قتل. عايز الفت نظر حاجه عشان كانت دي قضيه كنا بحثناها زمان في وجود الدكتور رمضان عبد الطاهر رحمه الله عليه لغه. فواحد اتفلسف وقال لك ايه؟ افترض واحد مات خوف بس مات، يعني انا برفع له السهم كده راح ميت. ما هو ده قتل برضه، لانك لو انت ما رفعتلوش ما كانش خاف، ما كانش مات، ما كانش خاف فما كانش مات. فدي قضية خلصانة. التوقيع في الآية والتوقف بتاعك صح جدا، توقيع بديع جدا. هو اللي مكتوب عليهم إيه؟ القتل. فلو ما خرجوش عايز يقول لهم إيه؟ أنتوا هتموتوا بس قتلا. يعني إيه؟ يعني لو أنتوا في بيوتكم هيجي لكم واحد يقتلكم، لأن أنتوا اللي مكتوب عليكم عند الله الحبة دول قتل مش موت، والحبة دول موت. فاللي اتكتب عليهم القتل وما خرجوش للقتال يبقى نايم في سرير يخش حرامي يقتله. أمر الله لابد أن ينفذ. يا رب سلم. إحنا الوقت خلص.
معلش والاسئله كتيره جدا هنقول لانها كلها داخله في اكبر ثلاث كبائر زي ما اتكلمنا: الشرك بالله، القتل، والزنا. بس على قبل ما تقفل تاني عشان خاطري نفكر المشاهدين بالدعاء للحاج فتحي رحمة الله عليه بالرحمة والمغفرة في صلاتنا وفي قيامنا، نسأل الله أن يتقبل إن شاء الله. اللهم آمين، هو كل موتى المسلمين. آمين يا رب العالمين. إن شاء الله إن كان في العمر بقية نواصل المسيرة. اللقاء القادم هنبتدي نتكلم عن الزنا ومشاكله وأخطاره وتطبيقاته وكيف نكافحه، وكمان إذا حد من عباد الرحمن وقع في الثلاث أصناف دول كيف يتوب، إيه هو العمل الصالح، وما علاقة تجديد الإيمان بهذه القضايا كلها، وإزاي نطبق ده. أسئلة كتيرة جدا محتاجة أن احنا إن شاء الله ربنا يفتح لنا فيها كل الحق وكل الخير. شوفكم بألف خير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.